أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الأنترنت واليوتيوب وغيرها من البرامج والجوالات الحديثة مقطع صوتي لفضيلتكم، وكتب أشخاص عنوان هذا المقطع ومقدمة لهذا المقطع، قالوا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يرد على الشيخ محمد العريفي وأنه صاحب هوى، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الذين يحذرون من المشايخ والدعاة ويشهرون بهم ويكتبون مثل هذه العبارات على بعض الدعاة؟ شكرا. طيب. وقالوا عن بعض الدعاة الذين حسبهم الله حسيبهم ولا نزكيهم على الله مما جعلوا جل أوقاتهم لخدمة هذا الدين العظيم، قالوا بأن الشيخ فلان والشيخ الفلان بأنه صوفي والشيخ الفلان بأنه. طيب. واضح السؤال. شكرا. يا أخي، نحن وغيرنا من أهل العلم يردون على المخالف ويبينون الخطأ ولا يقصدون شخصه أو التقليل من شأنه أو النيل من شخصيته، لا يقصدون هذا عياذا بالله من هذا، إنما يقصدون بيان الحق. فإذا أخطأ الإنسان فلا مانع أنه يبين خطأه، وليس ذلك بناقص من قدره، بل هو تنبيه له وتعاون معه للرجوع للحق، ويستفيد هو ويستفيد القاري والسامع، ولا يترك الخطأ يروج على الناس، ولا مجاملة في هذا الأمر، لا بد من بيان الحق وإيضاحه، ولا في مجاملات في الحق، وهذا لا يضر المردود عليه إذا كان من المنصفين الذين يطلبون الحق. أما إذا كان لا يريد الحق ويريد الانتصار لهواه فهذا ليس لنا به حيلة.